أخبار اليوم. وإصابة 12 آخرين من عناصر الشرطة والقوات المسلحة والمدنيين. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير إن عنصرا تكفيريا يستقل سيارة ملاكي اقترب من فندق سويس إن في العريش والذي تقيم به اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات البرلمانية. وفور اقتراب السيارة المفخخة من الفندق نجحت عناصر التأمين في التصدي لها ومنعها من الاقتراب من الفندق، مما أدى لانفجار العربة ومقتل الانتحاري. وأضاف المتحدث أنه خلال عمليات الانتشار الأمني والتعامل مع السيارة المفخخة تمكن عنصر تكفيري يحمل حزاما ناسفا من التسلل إلى غرفة تجهيز الطعام في الفندق وتفجير نفسه، فيما تسلل عنصر ثالث إلى أحد غرف الفندق وأطلق النار عشوائيا مما أدى لاستشهاد أحد القضاة. وأكد المتحدث العسكري استمرار عمليات البحث الأمني لملاحقة العناصر الإجرامية الإرهابية المتورطة في التخطيط لارتكاب الحادث وتقديم جميع أشكال الرعاية الصحية للمصابين.